السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي الأعمال اليدوية باي سيما. هذا النهار بغيت نشارك معكم عمل يدوي اللي هو مميز خاص بهدية المولود الجديد، اللي هما لي ديابرز كيك، يعني هدية على شكل كيك بحفاضة الأطفال. طريقة سهلة بسيطة جدا، يكفي أنكم تتبعوا الفيديو حتى الأخر وغتطبقوه إن شاء الله بكل سهولة. الفيديو واضح، خليكم حتى الأخر باش تشوفوا النتيجة اللي هي زويونة بزاف ومميزة وسهلة، سهلة التطبيق، يعني ما كتحتاجش مجهود كبير، ومع العلم أن حتى الوقت ما كتاخدوش بزاف، والنتيجة كتكون زوينة بزاف ومميزة. كي قلت لكم كملوا الفيديو حتى الاخر، ما تنسونيش بالاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش بتعليقكم اللي كتشجعني. شكرا لكم بزاف، وخليت لكم الفيديو حتى الاخر، كي قلت لكم واضح تبعوه وان شاء الله غتطبقوه بكل سهولة.